ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفان الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. دكتور محمد، بعد التحية، تكليفات رئاسية ترجمت لخطوة فعلية تمثلت في عقد المؤتمر الاقتصادي في ظل الأزمات التي يشهدها العالم وتتطلب وضع حلول استباقية للصمود أمامها. في البداية، كيف ترى المؤتمر ودلالة توقيته؟ بدأنا برحب بحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا النهارده مؤتمر مهم جدا، ويمكن الوقت بصراحه ملح، يمكن بعد ازمات متتاليه، ازمه كورونا، ازمه روسيه اوكرانيه، ازمه تغيرات مناخيه واثارها السلبيه اللي تضررت منها اغلب اقتصاديات العالم ومن ضمنها طبعا مصر. النهارده فكره المؤتمر هي فكره للمصارحه، للوقوف على ما كنا والى اين وصلنا. فكره المؤشرات الاقتصاديه التي تحولت بما نعنيه بالجمهورية الجديدة، الإنجازات اللي حصلت أو اللي في خلال 8 سنين، هي محاولة لهذا المؤتمر، هي محاولة للحفاظ على المكتسبات ما تحصل من خلال 8 سنين الصمود والالتفاف حول القيادة من الإصلاحات في برامج إصلاحية متتالية، برامج إصلاح اقتصادي، برامج إصلاح هيكلي، برامج إصلاح تشريعي، بنية تحتية، تغير في بيئة ومناخ الاستثمار بصفة عامة. كل هذه الأمور طبعا هي يمكن ناتج البرنامج او المؤتمر الحالي للحفاظ على ما تقدم الحصول عليه. نعم، هناك توجه بتكليف رئاسي بدعم مشاركه القطاع الخاص، كيف يمكن تفعيل هذا الدور، دور القطاع الخاص، وايضا في اطار وثيقه سياسه ملكيه الدوله؟ احنا الدوله قامت بجهود كبيره جدا في المشروعات القوميه اللي كان صعب لدخول القطاع الخاص فيها طبعا، اللي على طول دوره راس مال فيها وكان نفقاتها العاليه، والدوله تحملت هذه الاشياء اللي هي المشروعات القوميه العديده اللي قامت بيها. ففكره النهارده اداره هذه المشروعات او فكره الدخول في مشاركه وزياده نسبه المشاركه للقطاع الخاص هو دور ملح النهارده ليتبوأ مكانه في دورة عجلة الإنتاج، طبعا بما لدى القطاع الخاص من إمكانيات وقدرة، ويمكن هو الأقدر في الوقت الحالي على إدارة هذه المشروعات أو زيادة نسبة المشاركة فيها. فالنهارده فكرة المؤتمر وفكرة الاستماع إلى المستثمرين وما لديهم من معوقات، أو فكرة المصارحة زي ما قلنا، يمكن زي ما تفضل سيادة الرئيس، إن إحنا عاوزين نعرف إيه هي المشاكل اللي وحلها جذريا، اللي بيقول لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وبيئة صالحة لنجاح الاستثمارات أو إدارة المشروعات القومية اللي تم إحداثها بالفعل في المجتمع المصري. نعم، هي أكثر من 10 سنوات شهدت مصر خلالها العديد من الأزمات والتحديات، لكنها بإرادة صلبة نجحت في اجتياز الصعاب والنجاح. دكتور أحمد، في ما هي مقومات هذا النجاح من وجهة نظرك، خاصة وأننا نتابع الهزات الاقتصادية القوية التي تتعرض لها أعتى الأنظمة الاقتصادية في ظل الأزمات الحالية؟ هي مصر تتميز بالعديد من الامكانيات او المقومات، منها المكانيه اللي ربنا حابة بها مصر ان موقع لوجستي، ومنها الامكانيات اللي تمت الشعب المصري التف حول قيادته وامن بامكانيات شعبه وامكانيات وقدرات اقتصاده، ومنها بقى تم من برامج اصلاحيه غيرت من هيكل وشكل الاقتصاد المصري بالكامل. يعني احنا بنقول النهارده جمله الجمهوريه الجديده هي بالفعل هي جمهوريه جديده، اقتصاد جديد، اصلاح هيكلي جديد، فكره اصلاحيه او ثوره اصلاحيه على العهد البائد. فكره النهارده الايجابيه في التعامل مع الازمات المتتاليه زي ما حضرتك تفضلت، ازمات متتاليه واثارها الاقتصاديه متصاعده. النهارده في ظل هذه الازمات مصر بقى في امكانيه لدى متخذ القرار ان هو يخلق حاله من المناوره، يمكن اللي بيميز الاقتصاد المصري او مكنه من عبور هذه الازمات، ويمكن وصف من قبل مؤسسات التصنيف الدوليه ان الاقتصاد المصري عنده قدره على الصمود وامتصاص الصدمات، ان هو بيتكون من حزمه فريده من القطاعات الاقتصاديه، ليست قطاع واحد، لا هي قطاع نفطي ولا بتعتمد على قناة السويس فقط، لكن النهاردة مصر في كافة القطاعات. ويمكن شفنا الإصلاح أو فكرة الإصلاح اشتغلت على هذه القطاعات بالكامل حتى وصلنا إلى فكرة النمو الاقتصادي الاحتوائي الذي طال كافة القطاعات الاقتصادية. نعم، الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.